مجلد عشر مشيخ دلك مصر وحاوليك السعودة شركة طبية طبنا هذا لأن يرد إسبدل كعمل ذا دونك كعصو إسوق وانقابي صغر مذن مذوبي وحاول دعوية هاي شركة طبية لبعطنا هذا إسبدل كعمل ذا دونك ومعن انت أحد لحظة بيشان كفر مدونة إسلام مجلد عشر مشيخ وحشركة لقصو بندقار اكتدى لحي دا حلك إسبدل كعمل ذا قبان اللي يرد أدراغة أريما هدي جانك سنتك وحشركة أسكغيب قليلا يروري سومالي لانا ويكمي طاهباق بكر محمد يدو قوبتا شركة ركسعود كسوكا وحا إنو قورن تي شركة إن أحد بعض مهندسين هاي ولا العبد عسيسو إن هدان كاسي يا وربحيني راكو بنا كوسابسون شركة عن كقريب قلني كدا عايز مجال الدلحيسات كشرم الشيخ وطن كمصر وحلي له هذا كوي 17 وأنا شركة تضبيه تبنات نوع عيسى كاسو أي كسو قريب قلنا إن كبدن بقول يا أفرتهم ودن دلنيرديسي كواسو ولا ليس بدل كعمل هذا يديجان كوحنا كسو كردي ودمدو ده شركة وحاو هردعوية هاي اما ويبا فروية هاي شركة وين ادون كاوردن لايساقا ايمان ايو كاسو عيد كستا كسو قيب قليسو الدولة دها عيد كستا او كان آدو قبلاران كاسو ليدا كوب 27 ساقنا لغا قهد ليا اسبدل كعمل هذا كاسو اي وعسوميهين إن كبضان لببقل أود دولدود وكتر سنة دونك الشركة نوفرتي مع الموضي وقودن بي سعودية يالك قهل لي الرمض دورو خسي يسبدل كعمل ذا دونك حتى بمحا شركة سوقار يريد أن يرضى محا سيالك قهل لي واتن مركلي هباق بكر محمد وكتوابيس الشركة واحد أن يرضى قار لوغر ديجي ما دامي دان يرضى يهي نمبر كوبضان الدونك يهين عرياش فكرة ده تلمون كواس اللوغو فايديسان كرودين عكستو نلاشا كميدا لونا درينسيو دالنيارا دا لغونا ديري قليو إن عدكو دا يفر فكرة ده هو دا يسوچي دينو هو دو غاري كرو الدونك يمدح دا عالمك لونا سمايا مدال اي كسو باندقي كران عرينتو دا يوهل أبوردو دا كواس او اي مدشا چوغان مدح دا عالمك دالنيارتا الدونك ديري قليم بي اوتاهاي دالنيارتا وحيابه شركة لغاقة هادلي أفرتي عشي مددي وسعودي وحا وقواوين إن لا يرأيو طلابل وامنكا ديخوغا أما ديخوغا ديغانكا إن إيو إن لا استعمالو وحيابو ديغانكا لا صاحيبا يرأينا ينا صوصاريستا كاربون ريأكسايدا هباقا يأين تاس قدرتي إن شركة هاسكا سومالي لانا هاني كو صوبان ديغان قرا لبادان ويو أركان إلي قيب كان نغون خرطو حالك إسبتالك عميلا دي دونك ولا العبد عسيزو شركة واحان كي قيب قلني لبقف أردالا شاهان كسو تشيدا رير سومالي لان آنيغا يو ويل كالي ويل كوحو ريجيلال كوردينيتر ويا هاي إيس أفريكان كانتريز آنيغونا واحان سومالي لان كومتلي أسيان كلايمات ليدر شركة واحان لطاقناي أرتيكاليس أرتيكاليس كاس أو أدون ka iyo wadankeena Soomaaliland ba isbedelka cimiladooda wax ku soo kordhin kara yarayn karana global warming ka iyo dikhowga cimilada waxaana ugu waaweynaa articleska in young leaders keenna in iyo dhalinyaradeena qalinjabiyasha jaamacada society-geena caadiga guryahooda qoysaskeena ay ku beeraan dhir fara badan dawladdeenu sameeyso dhirayn badan oo deegaanka ah kuwaas oo ay ku beereyso wadooyinka taaso kor u qaadaysa oxygenta hawada lagu siideynay yareynaysana carbon dioxide hawadeena bini'aadamku ku siideynayaan iyo noolaha kale taaso ahayd ajendayaasha ugu waaweyn ee shirkan lagaga hadlayay yareynta carbon dioxide iyo global warming run ahaantii Somaliland shirkan wuxuu faa'iido u leeyahay maadaama inuu sideen wada ogsoonahay Somaliland sodonkii sano u dambeeyay tahay wadan madax banaan laakiin aan helin aqoonsi caalami ah إن شير نوعنا بلار كالي باحد دالي كسو قيب قليان إن كفر إن كبضان بقليا أفرتهم ودن دلين يردودو إن مقع سومالي لان يو أرتيكل بوينتيس كداد سومالي لان كالصعودا قد بينا يان لقد حمق لشيركن تاسي وحي فائدة أتهي إن مدح دا عالم كو مقع سومالي لان برتان إلو قد بين دونا أجن دياش شيركن إن أرتيكل إسكا شيركن لغو صوبان دقي لو قد بين دونا إن أي سومالي لان يالاتو صاحيبا فرابادان إن لو أغادو سومالي لان داد كيدا يو دلنيارة ديدو إن أي كميد يهين دلنيار تا عالم كا إيه كا قيب غلا شرر نوعان أه أو باحد دالي أو عالمية كونا قد بيان عدكوغا يو أرقتيوهو دفيو إيه كو صابسان ديگان كا
dibaaqaya waxa kale oo sheegtay in shirarka noocan oo kala ah ay faa'iido badan u yeelan karaan dhalinyarada reer Soomaaliland ee ka shaqeysa si guud arrimaha deegaanka si gaar ahna isbeddelka cimilada dhalinyarada reer Soomaaliland ee climate activists-ka waxa shirarka noocan ay faa'iido u yihiin inay ku soo dhiiradaan ka soo qaybgalka shirarka noo kale sidoo kale ku soo bandhigaan fikrado hooga tolmoon ee adduunka isbeddelka cimilada wax ku soo kordhin kara hoosna u dhigi kara global warming-ka sidoo kale annagana waxaanu ku tusi karnaa oo aanu u bayaamin karnaa jidadka loo marayo iyo wadooyinka loo mari karo ka qaybgalka shirarka noocan oo kale ah insha Allah waan gartay hibaaq inta badan ee shirarka lagaga hadlayo isbeddelka cimilada ee adduunku way tiro badan yihiin haddii ay noqon lahaayeen kuwa dhalinyarada iyo kuwa guudba haddana waxyaabaha lagu heshiiyey inta badan waxa la yiraahdaa ma dhaqan karaan ama sidee ahayd ma dhaqan karaan amma wax kooban ayaa ka hirgala waxyaabaha lagu heshiiyo ee waa maxay sababta arintaas kaliifaysa ayaa isleedahay muxuu shirkan dhalinyarada isbeddelka cimiladu waa aragtida noocaas ka bedeli kara waa runtaa walaal Cabdicasiisow ajendayaasha shirkan lagu gaariyo heshiisyadu inta u badan ma fulaan heshiisyada noocan oo kale ahna waxaa saxeexa leaderska iyo madaxweynayaasha adduunka kuwaasoo adduunka aynu wada ogsoonahay inuu maanta ku hirdamayo wadamada ugu waaweyni wax soo saarka wadamadooda inay kordhiyaan iyo dhaqaalaha wadamadooda inay kordhiyaan taasoo ay sal u tahay warshadaha warshaduhuna yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee sababaya isbeddelka cimilada iyo diqowga hawada marka hadii ay heshiisyadan iyo ajendayaashan sidooda u qaataan boqolkiiba boqol waxa hoos u dhacaya wadamada wax soo saarkoodii wax soo saarka wadamadaasi hadduu hoos u dhaco dhaqaalahoodii ba hoos u dhacay sidaynu wada ogsoonahay wadana raali kama aha in wax soo saarkiisa iyo dhaqaalihiisu hoos u dhacaan marka waxyaabaha way waxyaabaha dabada ka riixayeen ajendayaashan sidooda aanay u fulin walaal shirkan ayaa maalinta berriyaha lagu soo gabagabeyn doonaa magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar haddaba maxaa laga filan karaa shirkan beddelka cimilada oo socday muddo shan cisho ah insha allah beritoola duu alla idmana soo gabagaboobi doona waxaa laga filan karaa in laga soo saaro warmurtiyeed iyo nuxur ku saabsan aragtiyihii iyo artikaliskii dhalinyarada boqol iyo afartanka wadan ee adduunka ka mid ah ay ku soo bandhigeen kaasoo la midayn doona aragtiyahooda kadibna nuxurka aragtiyaha lagu bandhigi doono oo loo bandhigi doono madaxda ka soo qayb galaysa shirka kan ka weyn ee COP27 ee lixda bisha ka bilaabmaya Sharmasheekh madaxda marka aragtiyaha dhalinyarada adduunka isaga wada timi la hordhigo waxaa loo sheegi doonaa in dhalinyarta adduunku ay mudan tahay in aragtiyahooda ku saabsan isbeddelka cimilada la fuliyo ajendayaasha lagu daro shirka lagu heshiin doono laga hirgeliyo adduunka mudan yahay in codkoogu meel dheer gaadho marka dhalinyarta artikaliskoodu wuxuu gaari doonaa hogaamiyayaasha adduunka ugu waaweyn ee shirkan ka soo qaybgeli doona insha Allah.